تحية لكم مشاهدينا، حلقة جديدة من النيل المباشر ورؤية تحليلية لأبرز الملفات المطروحة على الساحة. وفي حلقتنا الرئيس السيسي يبحث مع قادة الإمارات والأردن والبحرين والعراق تعزيز التعاون في مختلف المجالات والقضايا الدولية والإقليمية. ومجلس القضاء الأعلى العراقي يعلق عمل المحاكم احتجاجا على محاصرة الطير الصدري لمقره. وبعد تحذيرات من أن المبنى أيل للسقوط، انهيار الجزء الشمالي من صوامع الحبوب بمرفأ بيروت. استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الرئاسة بمدينة العالمين الجديدة ضيوف مصر الكرام الأشقاء صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل مملكة البحرين، وصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن لقاء العالمين تناول العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون المشترك، حيث جدد القادة دعمهم للجهود والمساعي التي تهدف إلى ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار والتعاون المشترك على مختلف الأصعدة، والذي يرتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل بما يحقق تطلعات جميع شعوب المنطقة في التقدم والبناء والتنمية. وتناول القادة خلال لقائهم الأخوي عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وتبادلوا وجهات النظر والرؤى بشأنها. تعزيزا للتضامن العربي ودعما لوحدة الصف، استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات كل من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن. جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين. وفخامة السيد مصطفى الطاهر رئيس الوزراء العراقي، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بزيارة ضيوف مصر الكرام في لقاء أخوي خاص، معربا سيادته عن التقدير والمودة التي تكونها مصر وشعبا للعواصم التاريخيه الوثيقه التي تجمعها باشقائها من الدول العربيه. هذا وقد تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيوف مصر الكرام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات وكل من جلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الاردن وجلاله الملك حمد بن عيسى آل خليفه ملك البحرين. وفخامة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي مدينة العالمين الجديدة ومنتجع ريجل هايتس ومرافقه السياحية.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد ودع بمطار العلمين ضيف مصر الكريم فخامة السيد مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق. صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي. والمزيد من المتابعة معنا هاتفيا الأستاذ علاء الحلواني الكاتب الصحفي بجريدة أخبار اليوم من القاهرة. أستاذ علاء، يعني كيف تابعت اللقاء الأخوي في مدينة العلمين بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وأيضا كل من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين مالك الأردن وجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين والسيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي؟ يعني طبعا مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. طبعا هي هذه القمه بتاتي في استكمال للقمم او الاتفاقيات او التحالفات الجيوسياسيه اللي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في السنوات الاخيره، وبدات بالتحديد تنمو بصفه اكثر في عام 2019، خاصه فيما يتعلق بالتعاون ما بين مصر وما بين جيرانها او الدول العربيه بالتحديد، لزياده التعاون فيما بينها على كافه المستويات، سواء كان تعاون امني او سياسي او اقتصادي، او زي ما بيقولوا العنوان اللي هو في هذه القمه بالتحديد هو عنوان قمه الاعتماد على الذات، الاعتماد على النفس، خاصه في ظل التغيرات والتحديات العالميه الخطيره التي شهدها العالم في الفترة الأخيرة. شايفين كلنا الأزمة الروسية الأمريكية، الصراع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، ومحاولة كل منهم جذب أنصار جدد أو محاولة جذب أنصار ناحية كل طرف. لابد أن يكون هناك تنسيق تام بين الدول، وزي ما احنا عارفين أن فشلت الجامعة العربية على مدار سنوات عديدة في اتخاذ موقف موحد، فكان الرئيس السيسي لديه رؤية جديدة تتمثل في بعض التحالفات الإقليمية الصغيرة اللي بدأت في على المستوى الأصغر مع عدد من الدول. شفنا التحالف الرباعي العربي، شفنا تحالفات أخرى كثيرة ما بين مصر والأردن والعراق اللي بدأت في 2019. يمكن هذه التحالفات كان لها دور كبير جدا في التنسيق، خاصة إن الوضع الراهن بيتطلب ده مش على المستوى العسكري فقط، لا على مستوى الاعتماد على زي ما ذكرت لحضرتك، سواء على الأمن الإنساني أو الأمن الغذائي، خاصة إن الأزمة الروسية الأوكرانية يمكن أطلت برأسها ووجهت تحذيرات، يمكن رغم إن هي كانت غير مقصودة أو غير مرتب لها تماما وما كناش عارفين أثارها إيه، لكن النتائج اللي ظهرت عنها يمكن دقت ناقوس الخطر لكل الدول العربيه، اثبتت واكدت نظره الرئيس السيسي الثاقبه لما يجرى في دول العالم وفي المنطقه، والتي جعلته يبادر بانشاء تحالفات جيوسياسيه ما بين مصر وما بين الاردن والعراق من جانب، او التحالف الرباعي العربي ما بين مصر والاردن، ما بين مصر والامارات والمملكه العربيه السعوديه والبحرين، وما بين مصر والاردن ايضا، وما بين مصر والاردن والامارات، تحالفات جيوسياسيه كثيره يمكن كان لها دور كبير في ده. ايضا يمكن القمه شهدت او لها ابعاد اخرى في مواجهه التحالفات الاقليميه او الدول الاقليميه الاخرى او الدول الكبرى او التهديدات الاقليميه اللي لابد يكون فيها توازن قوي من الدول العربيه زي ايران وتركيا واسرائيل. ايضا فيما يخص التعاون العسكري، فيما يخص التعاون الصناعي ايضا اللي هو ليه دور كبير جدا في التنميه، حتى لا نكون عرضه الى ابتزازات اي دول اخرى، خاصه في ظل سواء صعوبه التنقل اللي احنا بنشوفها دلوقتي في الحرب الروسيه الاوكرانيه، او في بعض الازمات الاخرى اللي هي اطلت براسها وكان غير مرتب لها بصفه طبيعيه زي جائحه كورونا وغيرها. يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي واشقائه سمو رئيس دوله الامارات وولي عهد ورئيس دوله والملك وملك الاردن وملك البحرين ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي،
يمكن النهارده في زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اخوانه القاده العرب يمكن كانت اشاره قويه جدا، لان احنا عندنا دوله كبيره ودوله قويه تستطيع من خلالها الدول العربيه ان تحقق اكتفاء ذاتي بتعاون كلهم فيما يخصه، وان يقدم كل طرف ما يملكه من خبرات او اي امور تخص جانب التعاون في اي مجال. يمكن هذه القمه ستؤثر تاثير كبير جدا على المنطقه، ستكون ربما تكون قاعده او نواه جديده تنطلق من خلالها جامعه الدول العربيه لمزيد من زياده التعاون لمواجهه التحديات الاقليميه من جانب زي ما ذكرناها في تركيا واسرائيل وايران، الجانب الاخر حل القضايا العالقه في المنطقه العربيه ويمكن اهمها واللي يمكن طرحتها مصر والاردن وهو الملف القضيه الفلسطينيه التي لا تتوانى مصر عن مناقشته دائما مهما كانت الازمات. ايضا الاردن يمكن تطرق امرها او تطرقت مناشفات المملكه الاردنيه الى ضروره معالجة ملف اللاجئين السوريين، وده شيء مهم جدا وما يتحمله الشعب الأردني في مواجهة هذه الأزمة من تبعات اقتصادية. أيضا القضية اليمنية أطلت برأسها، القضية الليبية كان لها دور أيضا كبير، القضايا الأمن القومي والأمن الإنساني والأمن الاقتصادي والتعاون التام في جميع المجالات هو اللي كان بيحكم هذا اللقاء، خاصة ان احنا شايفين التحديات والتهديدات اللي بتواجه دول المنطقة في هذه المجالات. ويمكن احنا شفنا نجاح كبير جدا حققته هذه التحالفات، سواء التحالف الرباعي العربي او التحالفات الاخرى اللي هي جمعت بين دول مصر والشام والعراق وغيرها. ويمكن كان النتيجه الكبيره كانت ظهرت كلها في القمه العربيه الامريكيه اللي حضرتها مصر مع دول الخليج في واجريت في السعوديه، وكان لها دور كبير جدا الدول العربيه بقوتها او 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 او, أو بقياداتها الجديده اللي هي رسخت يعني زي ما بيقولوا خط احمر حتى للدول الكبرى بما فيها الولايات المتحده الامريكيه وروسيا، ان احنا بقالنا يعني رغبه بقالنا هدف بقالنا يد طوله لا تستطيع اي دوله مهما كان حجمها سواء الولايات المتحده او روسيا ان هي تنفذ علينا سياساتها في اي مجال من المجالات. ويمكن شفنا ده على المستوى ده صدى عالمي. يمكن القمه كمان اشارت لدور مهم جدا رغم القضايا الكبيره اللي هي تناولتها سواء فيما يتعلق بالامن القومي والاقتصادي وحتى القضايا الامن الانساني اللي هي بيوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي والقاده العرب اهتمام كبير جدا في السنوات الاخيره، يمكن شهدت اهتمام كبير. لكن ايضا الدول العربيه في هذه القمه لم تنسى ملف قضيه التغيرات المناخيه، ويمكن طرحت معظم الدول هذا الملف مع مصر، خاصه ان مصر ستستضيف خلال نوفمبر القادم ان شاء الله مؤتمر المناخ. اذا هذه القمه اعتقد ان هي استكمال لما بدأه الرئيس عبد الفتاح في السنوات الاخيره. نعم، يعني احنا نستطيع ان نقول انها بتاتي في اطار لقاء اخوي خاص بياخذ هذا الطابع اكثر من كونه قمة بشكل رسمي. هذا اللقاء الأخوي باعتقادك كيف يثمر في مواجهة التحديات المطروحة على الساحة، خاصة في ظل تطابق الرؤى بين مصر وقادة الدول في هذا اللقاء عن كثير من القضايا والتحديات التي تواجه الأمة العربية ويشهدها العالم حاليا أيضا؟ يعني يعني زي ما حضرتك بتقول هو لقاء اخوي، يعني يمكن الاهميه والوقت اللي احنا بنمر بيه هو اللي بيديها طابع القمه، رغم ان احنا شفنا السهوله والحريه اللي بيتنقل بيها سياده الرئيس مع فخامه الملوك والرؤساء في هذا الوقت بالتحديد، هي اللي يعني بعيدا عن ده ان هو لقاء اخوي، انما هذا اللقاء او هذه القمه او هذا اللقاء الاخوي ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي واخوانه القاده العرب
اعتقد ان هو سيساهم بفاعليه في تعميق التعاون في كافه المجالات في لصالح كافه الشعوب العربيه وليس لشعوب الدول الخمسه فقط، لان هناك اي تعاون، لان اي تعاون يتم الاتفاق عليه او ينتج ثمار سيكون نواه لاستكماله، خاصه يمكن زي ما كلنا بنشير وعكس البعض ما يتوقع، هو الامن الغذائي، الامن الغذائي اللي احنا بتوليه الدوله المصريه والدول العربيه اهميه شديده جدا في الفتره القادمه، لان احنا شفنا عندما ضغطت روسيا وضغط دول الاتحاد الاوروبي او زي ما بيقولوا التلاعب الاقتصادي فيما بين الدول الكبرى، وده تأثيره بيكون ازاي؟ الرئيس يمكن هو يضع هذه النقطة مع القادة العرب حتى لا نقع فريسة او لا نقع تحت اي ضغط في اي أزمة من الازمات اللي من الممكن العالم سيشهدها قريبا، خاصة ان احنا شفنا بعد الازمة الروسية الاوكرانية شفنا ازمة تايوان ايضا وتدخل الولايات المتحدة الامريكية، باعتبار ان ده سيكون وسيلة ضغط ايضا على روسيا وعلى الصين ومحاولة الصراع الرهيب فيما بين الدول الثلاثة الكبرى الولايات المتحدة والصين وروسيا. هذا التعاون سيكون مثمر لكافة الدول العربية. أشكرك أستاذ علاء الحلواني الكاتب الصحفي بجريدة أخبار اليوم. وإلى تطورات الأوضاع في العراق، حيث حث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي جميع الأطراف على التزام الهدوء وجدد الدعوة للحوار الوطني. وعلق مجلس القضاء الأعلى العراقي عمل المحاكم احتجاجا على محاصرة مقره، وحمل تيار الصدري مسؤولية تعليق المحاكم للتحدي وما يترتب عليها، حيث كثف أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الضغط لحد البرلمان في واحدة من أسوأ الأزمات السياسية التي تشهدها البلاد. وساعد ذلك في تأجيج التوترات بالعراق مؤخرا من خلال إصدار الأوامر لألاف من أنصاره لاقتحام البرلمان واحتلاله، الأمر الذي يمنع تشكيل حكومة بعد نحو 10 أشهر من الانتخابات. في مشهد يظهر تفاقم الأزمة السياسية في البلاد، توجه أنصار التيار الصدري نحو مجلس القضاء الأعلى في العاصمة بغداد، يضاف إلى اعتصام مستمر منذ أسابيع في البرلمان. ونصب المعتصمون خيام أمام مجلس القضاء الأعلى، ورفع أنصار الصدر لافتات تطالب بحل البرلمان العراقي، وهو المطلب الرئيسي للتيار الذي يريد إجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وكان زعيم التيار مقتدى الصدر قد طالب قبل أيام مجلس القضاء الأعلى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح المسار لحل أزمة البلاد السياسية، لكن المجلس رد بأن صلاحياته لا تشمل حل البرلمان. وشاركت القوى السياسية العراقية الأسبوع الماضي في حوار وطني غاب عنه التيار الصدري، الذي قال إنه قدم مقترحا للأمم المتحدة لحل الأزمة لكنها لم تلقى تجاوبا ملموسا. وتعود جذور الأزمة السياسية في العراق إلى الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر من العام الماضي، وبعد هذه الانتخابات التي حصل فيها التيار الصدري على أكبر عدد من المقاعد، فشلت القوى السياسية في الاتفاق على شكل الحكومة الجديدة وانتخاب رئيس جديد للبلاد. ومنذ أواخر يوليو الماضي يعتصم أنصار الصدر في مقر البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء وسط بغداد، قبل أن يبدأ أنصار الإطار التنسيقي الخصم الرئيس للصدر اعتصاما آخر خارج أسوار هذه المنطقة للتأكيد على موقفه الذي يقضي بتشكيل حكومة خدمية قبل إجراء الانتخابات المبكرة التي يريدها بشروط. ومن القاهرة ينضم إلينا دكتور مختار غوباش الأمين العام للمركز الفارابي للدراسات السياسية. دكتور مختار، كيف ترى تطورات المشهد في العراق في ظل محاصرة التيار الصدري لمجلس القضاء الأعلى اليوم؟ يعني خلينا أقول لك المشهد يوميا بيزداد تعقيدا، مشهد خطير. أن تصل حدة الاعتصامات أمام مجلس القضاء الأعلى وأن يرد مجلس القضاء الأعلى بتعليق عمل المجلس والمحاكم ومن ضمنها المحكمة الاتحادية اللي منتظر أن تصدر حكما في نهاية هذا الشهر مرتبط بالدعوة اللي رفعها مقتدى الصدر، فالأمر الآن وصل إلى حد خطر على الواقع الموجود في الداخل العراقي، خصوصا أنه مطالب الصدر في التصعيد إلى حد كبير جدا نهايتها أو منتهاها صعب جدا أن تتوقعه، خصوصا أنه كان يتحدث قبل هذا الاعتصام عن التحضير لعصيان مدني في بغداد وفي بقية المحافظات الأخرى الموجودة في الداخل العراقي.
شفنا القازمي بينهي زيارته إلى مصر ويعود ويجتمع ببرهم صالح وبمحمد الحلبوسي للمحاولة الوصول إلى حل لهذا الوضع المتوتر للغاية. نعم، طب يعني لماذا يكثف أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الضغط على مجلس القضاء الأعلى لحل البرلمان في تصعيد لهذه الأزمة التي تعد من أسوأ الأزمات السياسية التي شهدها العراق منذ الغزو الأمريكي له؟ صحيح، يعني شوف، واضح بأنه طرق الحل السياسي مع خصومه السياسيين وصلت إلى طريق مسدود. الإطار التنسيقي يعاند ويكابر في هذه المسألة. تصريحاتهم أيضا تصريحات إلى حد كبير جدا مستفزة للغاية، خصوصا التصريحات الخارجة من قشر الخزعلي زعيم عصائب أهل الحق، أو بتكلم عن هادي العمري، أو بتكلم عن صالح الفياض. كلا التصريحات اللي بتخرج من الثلاث أقطاب دول إلى حد كبير جدا لا تهادن هذا الموقف. فوصلت قناعة، وده تحليل لمقتضى الصدر، بأنه الملاذ الأهم في هذه المسألة هو مجلس القضاء. فلما لجأ لمجلس القضاء لحل البرلمان، مجلس القضاء قال أنا ما عنديش اختصاص في هذه المسألة، فلجأ بدعوة للمحكمة الاتحادية، والمحكمة الاتحادية محددة لها جلسة لنطق بالحكم فيها 31 أغسطس هذا الشهر. بس واضح أن مقتضى الصدر يريد الفصل في هذه المسألة سريعا دون حتى انتظار لحكم المحكمة الاتحادية اللي المفترض أن يصدر في 31 أغسطس. ومتصور برأي كثير جدا أيضا من المحللين أن نقل اعتصامات مقتضى الصدر أو تظاهراته إلى أمام مجلس القضاء الأعلى هو شكل من أشكال الضغوط اللي يستطيع من خلالها أن يضمن على الأقل أن يخرج حكم لصالحه أو لما يريده مقتضى الصدر. لأن هذا الأمر إلى حد كبير جدا يحقق غرضه في حل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بعيدا عن الضغوط اللي بتمارس إليه وشكل المساومات من قبل الإطار التنسيقي ومن قبل أقطابه وأطيافه الرئاسية. طب يعني ما السبب إذن في امتلاك الصدر زعيم الشاب نفوذا لا مثيل له في العراق الذي يعج أصلا بالصراعات الطائفية والمذهبية برأيك؟ يعني الرجل محل ثقة الشارع، واضح، لأنه هذه ليست أول مرة مقتدى الصدر ينزل إلى الشارع ويفرض إرادته. حصل ده في 2019، ما ننساش ده، ووصلت حدية المظاهرات إلى حوالي 8 أشهر أو 9 أشهر، وانتهت باستقالة الحكومة العراقية السابقة ومجيء مصطفى القازمي. وحتى عندما أتى مصطفى القازمي لرئاسة الوزراء العراقي كان هناك شك توافق عليه حتى من قبل كل التيارات السياسية بما فيها التيار الشيعي الآخر أو الإطار التنسيقي. لكن اللي حصل بعد كده أن الإطار التنسيقي انقلب عليه، وشفنا أنه بعد إجراء الانتخابات البرلمانية السابقة تم التعدي على منزل مصطفى القازمي، ثم من بعده التعدي على منزل محمد الحلبوسي رئيس البرلمان اعتراضا على ما وصلت إليه نتيجة الانتخابات البرلمانية السابقة. فبدرجة أو بأخرى مقتدى الصدر له حضور في الشارع، ده شفناه عيانا في 2019، وايضا مارس ضغطا في 2016 ما قبل هذا التاريخ 2019 بثلاث سنوات ايضا، ووصلت الى انه فرض ارادته وفرض كلمته بدرجه كبيره جدا. مقتدى الصدر شخصيه دينيه شيعيه ليست سهله، استطاع ان يكسب كثير جدا من اطياف الطائفه الشيعيه على وجه الخصوص وطوائف اخرى، بحكم انه بعد بعض خطوات عن ايران والى حد كبير جدا كان ضد الوجود الامريكي وضد حتى احياء التحالف الاستراتيجي ما بين العراق وما بين الولايات المتحده الامريكيه على حساب مقدرات الدوله العراقيه. وكانت دايما له تصريحات متشدده في هذا النطاق، ومن هنا كسب ثقه كثير جدا من مراديه، وشفنا ان هم بينساقوا وراه في كثير جدا من تجمعاتهم وفي كثير جدا من تظاهراتهم. الاشكاليه هنا مش إشكالية هذه التظاهرات أو هذا النزول، هي إشكالية مدى إدراك كل الساسة العراقيين الآن بأن الدولة العراقية في وضع خطر، وأنه بدرجة أو بأخرى مطلوب الوصول إلى حل. لأن تظاهرات مجلس القضاء الأعلى من ضمن الدعوات اللي طرحت خصوصا من مدير مكتب الصدر في بغداد أنه طالب باستقالة رئيس الهيئة القضائية فائز زيدان.
تمام، أشكرك دكتور مختار غباشي الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية، كنت معنا من القاهرة. انهار الجزء الشمالي من صوامع الحبوب التي ألحق بها انفجار مرفأ بيروت قبل عامين أضرارا في الساعة الأولى من صباح اليوم بعد تحذيرات من أن المبنى مائل بشدة وآيل للسقوط. بعد أكثر من عامين من انفجار مرفأ بيروت لم تندمل جراح لبنان، ومعها يتواصل سقوط الأجزاء المتبقية من أطلال صوامع الحبوب بالمرفأ. أحدث هذه الانهيارات هو سقوط كامل للجزء الشمالي من صوامع الحبوب، وهو السقوط الرابع لأجزاء من هذه الصوامع خلال شهر والأكبر حتى الآن. وكانت النيران اشتعلت طيلة ساعات في أجزاء جديدة من آخر 8 صوامع قمح متبقية في الجهة الشمالية، مما تسبب بدخان كثيف على مدى أيام قبل سقوطها بالكامل. وجاء انهيار الصوامع بعد أسابيع من اندلاع حريق نجم وفق مسؤولين وخبراء عن تخمر مخزون الحبوب الذي بقي في المكان بعد الانفجار جراء الرطوبة وارتفاع الحرارة. وشهد مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 انفجارا ضخما أودى بحياة أكثر من 200 شخص، وتسبب بإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، ملحقا دمارا واسعا بالمرفأ وعدد من أحياء العاصمة. ونجم الانفجار وفق السلطات عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقائية، وإثر اندلاع حريق لم تعرف أسبابه. وفي أبريل الماضي اتخذت الحكومة اللبنانية قرارا بهدم هذه الصوامع خشية على السلامة العامة، لكنها علقت تطبيق القرار بعد اعتراضات قدمتها مجموعات مدنية ولجنة أهالي ضحايا انفجار المرفأ التي طالبت بتحويل هذه الأطلال إلى معلم شاهد على الانفجار. ومعنا عبر الهاتف الكاتبة الصحفية جيلان جبر، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية وأيضا خبيرة الشأن اللبناني. أهلا بك أستاذة جيلان. يعني من جديد يذكرنا هذا المشهد بحادث انفجار مرفأ بيروت، هذا الحادث المأساوي. إذن يعني ماذا نقول تعليقا على هذا المشهد وما دلالته، وأيضا الأسباب التي جعلت الحكومة اللبنانية تعلق هدم صوامع الحبوب رغم يعني كونها معرضة للسقوط في أي وقت؟ الحقيقة مدرسة لبنان هو حالة من الانهيار ليس للصوامع فقط، ولكن انهيار للدولة اللبنانية بأكملها. علقت هذه الصوامع من عدم هدمها وخطورتها بسبب أنه هناك خلاف داخل الحكومة، لأنه بعد مرور عامين على كارثة المرفأ لم نصل إلى تحديدات أو تحقيقات أو وضع تحقيقات بسبب من المسؤول ماذا حدث، هل كانت قنبلة، هل كان انفجار، هل هي مؤامرة، هل هي صدفة، لا أحد يعلم أي شيء. وكما تعلم أنه عدد المصابين وعدد الشهداء في هذا المرفأ كان عدد كبير، وهذه الأسر مازال تقف بتحدي أمام هذه الحكومة التي أصبحت الآن حكومة تصريف أعمال وليست حكومة تستطيع أن تأخذ قرارتها بأكملها، لأنها تصريف أعمال فقط. والقضاء ولم يسهموا في التحقيقات إلى شيء، بل بالعكس أطلت التحقيقات وأطلت الجوابات، وبالتالي ظل موضوع حتى الآن لا أحد يعرف ما هي القصة وما هو السبب، ولم يكن في عقبات ولا حتى احتياط. نعم. أستاذة جيلان يعني في مشكلة في الصوت، أستاذنك لو تتحركي بالهاتف المحمول قليلا في مكان يعني أكثر وضوحا. يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع ضيفتنا عبر الهاتف، ولحين معاودة الاتصال بها نتحدث في هذا الجزء من حلقتنا النيل المباشر عن الملف اللبناني وانهيار الجزء الشمالي من صوامع الحبوب في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء رغم التحذيرات من أن المبنى
معرض للسقوط وقايل للسقوط ومائل بشدة. أستاذة جيلان، يعني واصلي حديثك، ربما نسمعك بوضوح هذه المرة، تفضلي. الحقيقة أنه هذا المرفأ أو هذه الصوامع تم الانهيار فيها، وكان معلوم أنها ستنهار، ولكن كان هناك مطالب من أهالي الشهداء بأن التحقيق لم يصل إلى نتيجة حتى الآن، ولم تستجوب كل الأطراف ليعلموا ماذا حدث، ولا يوجد أي عقاب للمسؤول، وبالتالي رفض أهالي الشهداء يعني كشف هذه الصوامع أو انهيارها. وستصبح شاهد على، ليس على انهيار المرفأ، ولكن على انهيار الدولة اللبنانية في الحقيقة. نعم. طب يعني تعليقك على ما يشهد لبنان حاليا ومستقبل لبنان في ظل التجاذبات الدولية وتراجع الدور الأمريكي في المنطقة لصالح الصين، أيضا في ظل ما تفرضه الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة أيضا من تحديات اقتصادية، فضلا عما يعاني منه لبنان أصلا من أزمات سياسية واقتصادية. الحقيقة لبنان أمام استحقاق مهم جدا خلال الشهور القادمة في نوفمبر القادم، وهو استحقاق انتخاب رئيس جمهورية جديد، لأنه رئيس ميشيل عون سيسلم الحكم المفروض كما يدعي أنه سيسلمه في نوفمبر القادم، وهذا موعد دستوري للدولة اللبنانية. ولكن حتى الآن منذ سبتمبر القادم تنشهد تصعيد في الشارع اللبناني وتصعيد بين الأحزاب اللبنانية، لأنه من الضروري أن تتفق على انتخاب الشخص المناسب، خاصة أن لبنان اقتصاديا وسياسيا منهار وامنيا كمان منهار. نعم. وبالتالي هناك تحرك في الملف الايراني الامريكي، وهذا قد ينعكس على لبنان، تم بالفعل الوصول الى اتفاق نووي جديد، وبالتالي هذا ينعكس على لبنان. وايضا صندوق البنك الدولي الذي مفروض ان يعطي للبنان مساعداته وبرنامجه، ولكن للاسف حكومة تصريف الأعمال حتى الآن لم تلتقي ولم يصل إلى شيء. هناك أيضا كشف الغاز والبترول في البحر المتوسط على الحدود اللبنانية، وهناك خلافات في ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل. إذا تحديات كثيرة للبنان، والانهيار الاقتصادي والاجتماعي، لأن كل الأطباء وكل الخبراء هاجروا في لبنان بعد هذه الأزمة الاقتصادية. والآن هناك دخول المدارس الشهر القادم، والمعلمين يجب أنهم لن يحصلوا على اي مرتبات، لان الخزينه اللبنانيه تعاني والعمله اللبنانيه في حاله انهيار. وبالتالي هناك تحديات كبيره تشهدها لبنان في الفتره القادمه، وعلى ما اظن ان شهر سبتمبر سيكون التصعيد اقوى في لبنان، وسنشهد تطورات كثيره من اول سبتمبر القادم. نعم، اشكرك الاستاذه جيلان جبر، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه وخبيره الشان اللبناني، على هذه الرؤيه التحليليه. مشاهدينا، وصلنا بذلك الى نهايه هذه الساعه التحليليه المباشره، اشكر لكم حسن المتابعه، الى اللقاء.